انتهكوها. إذا أغلق على نفسه باب غرفته وأغلق النافذة وأغلق الباب وأرخى الستائر وخلى بربه، تجرأ عليه وبارز الله بالمعصية وانتهك حرمات الله جل جلاله، يبحث بالريموت عن فيلم داعر ويدخل على المواقع الإباحية ليقضي الليل مع فيلم ساقط من أفلام الزنا، أو يخطط لانتهاك حرمات الله وللوقوع في معصية الله وهو يعلم يقينا أن الله يراه. إن كنت تعتقد أنه جل وعلا لا يراك فقد كفرت بالله. إن كنت تعتقد أنه جل وعلا لا يراك وأنت في خلوتك فقد كفرت بالله.